محمد بفضل الله كل كم ساعه كده معاك فيه. الصلاه على سيدنا النبي. ايه الجمال ده؟ ما شاء الله ما شاء الله. كل اللي شايف المال ده لعمل صلاه النبي محمد. سعرنا بقى هيبدا معانا من كام ان شاء الله النهارده؟ لاننا معايا سعر وسلاله وبضاعه حلوه. ده طلب تلقيحات ان شاء الله نمبر 1. اللي عايز طبعا ياسس جاموسه. طبعا اللي عايز ياسس جاموسه ايطالي من العيار التقيل. فتحه العقله من ورا تناسب المتر. فتحه العقله الثانيه من ورا عندك كده تناسب المتر. شايفين الجاموس؟ العجلات المعلمين بفضل الله. استغرب انا كم يا معلم حماده كده مبدئيا؟ منبع سلالات المعلمين. شكلها يا معلم هيجي لي الصوره يا معلم. العجلات الجاموس اللي بتهدي النفوس بفضل الله يا استاذ عمر. شايفين؟ شايفين الجلد ده؟ ان شاء الله على قدر الله باذن الله. باذن الله رب العالمين. وشيل بقى في السر توكل على الله. صلى الله عليه وسلم. كل من كان في قلبه من جوه فرح حب ربنا فوق ونعم بالله. يا ربنا فوق ونعم بالله. وشاهد السلالات اللي عندي دي يدعم الفيديو بصلاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لان انت هنا هنا عند معلمين بفضل الله. الله يبارك لك روح. صلى على سيدنا رسول الله تكسر. صلى الله عليه وسلم. العجله من ورا تناسب بالمتر. تمام. هنا عايزه متر يا باشا يقيس فيها ان شاء الله. شايفين عظم صغيره؟ شايفين عظم كوكع الجاموس قد ايه؟ عجلات. العجلات دي شغلتها يا معلم حبه. عجلات تحت اللقاح. لسه هتجيب شاسيهات مقاسات معاك وهقدم لك منهم العجلات الملوف المتلقحه دلوقتي. هقدم لك سوق كامل متكامل ان شاء الله. هقدم لك العجلات البار النمبر 1. انت هنا في منبع السلالات يا وزير. شايفين السلاله عامله ازاي؟ السعر بقى ان شاء الله يبقى مغري ومفاجاه لكل متابعينا. عايزين كله يصلي معانا على سيدنا النبي كده. توكل على الله. خش لنا فور سريع يا معلم حماد. الكوره بار النهارده موجود معايا. الكوره بار نمبر 1 ما شاء الله. العجل البار هنا عندي داخل المزرعه كما ينبغي ان يكون ذكر بار. الصلاه على سيدنا النبي. ماشي. هنا هنا بطلين. البطلين دول عمرهم قد ايه؟ بكام يا معلم حماده؟ البطلين دول يا وزير اعمارهم سن الشباب. عامل لك عليهم زلزال في السعر. بس عجل شبعان ب 72500 جنيه البطلين دول. سعر الاثنين كام؟ 72500. متوسط سعر الوحش من دول؟ 36250. عجل طبعا وحش شبعان لبن طبعا زي ما انتم شايفين. وحش جمال يا باشا. وشبعان لبن ما شاء الله تبارك الله. عايزين طبعا كل متابعينا كده تصلي معانا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكله طبعا كده يدعمنا بشرف الخير علشان طبعا نشوف ايه اول مفاجاه معانا. ذكرنا اثنين عاملين 72500 جنيه. اللي عايز طبعا يحجز يتواصل فورا مع المعلم حماده. نشوف بقى المفاجاه الثانيه. معايا ثلاث ابطال هنا جاهزين للتسمين يا باشا. ثلاث ابطال؟ الاعمار في كام يا معلم حماده؟ عندي بريمو. الاعمار في كام؟ الاعمار بتاعتهم سنه. الاعمار 12 شهر. سنه. ما شاء الله وحوش. وحوش وحشه. الصلاه على سيدنا النبي. شايفين العجل؟ يا باشا انت هنا انت هنا عند النمبر 1 بفضل الله. جايب لك بضاعه مال ثم جمال بفضل الله. عجل طبعا يعني واخد لبن براحته. شبعان لبن شبعان لبن رابع. هم ثلاثه متاسس وهقدمهم لك باسعار زلزال في السعر. انت قلت لي اعمار في كام يا معلم حماده؟ اعمارهم في السنه يا وزير. اعمار 12 شهر. اه ثلاثه اللي طالبهم اقدر ابعتهم لاي مكان في الدوله. بكام يا معلم حماده الثلاثه دول كام الصلاه على النبي؟ الثلاثه دولت يا وزير عامل لك عليهم ارض وخصم هايل. وهقدم لك متوسط سعر البطل بتاعهم بدلا من 55000 مش هتسمع 55 ولا تسمع في الحلويات دي 51500 دولت على 46000 يا وزير. سعر العجل من دول كام؟ 46000. انت قلت بكام يا معلم حماده؟ 46000 يا وزير. الوحش من دول المطلوب فيه طبعا 46000 جنيه يا اخوانا. 46000 الاعمار في السنه زي متوسط الموازين كده في ال 230 كيلو جرام. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. اصغر وحش معانا اهو. تمام. عجل مميز مميز. تمام يا اخوانا. يبقى سعر الوحش من دول 46000. 46000 يا وزير. 46000 جنيه. وربنا طبعا يبارك لاول متصل. صل على سيدنا النبي عليك. انت وحش وحوش. ثلاث وحوش طبعا. رزق ايه؟ ابو عمر العجل رجع 8 شهور لبن بفضل الله. تمام. الله يبارك. ربنا يبارك في صحبه المسلمين. ابو عمر انت هنا بفضل الله في منبع السلالات. طبق بدايه في منبع السلالات. جايب لك بقى ايه؟ تفاحه لبن بس انا عايز قبل ما ابدا لك في السوق. انت هنا في سوق في سوق كامل متكامل. كل اللي شاهد السوق ده ادعم من فيديو بصلاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جايب لك حلويات يا وزير ان شاء الله. البراون وجماله معانا طبعا. البراون
وجماله. عايزين طبعا كل الناس كانت تصلي معانا على سيدنا النبي، وعايزين كله يدعمنا كده بشير في الخير علشان بس فيديوهاتنا طبعا توصل لغيرك. كله يصلي معانا على حبيب النبي يا اخوانا، كله يصلي معانا على سيدنا النبي كده. ايوه كده، ايوه كده، والله انت عسل. اربع بزازات من تحت طبعا مسطره، عجلات طبعا بتحكي عن نفسها، مال وجمال نمبر 1 ما شاء الله. شايفين تفاحه امريكاني ما شاء الله. دولت كام تفاحه يا معلم حماده؟ 5 واللي طالبهم اقدر ابعتهم له اي مكان في الدوله. اللي طالب العرض طبعا صلى الله عليه وسلم. دولت 5 دولت مش هقول لك التفاحه الشوكولاته من دي النهارده ب 42000 ولا ب 41. العمارة في كام؟ حصلت معايا 35000. العمارة في كام يا معلم حماده؟ العمارة بتاعتكم من 5 شهور ل 7 شهور. من 5؟ عجلتكم لسه ما حصلتش 35000 على الشاسات والاحجام دي كلها. ان شاء الله. انا عايزك تدعم الفيديو بلايك وبشير عشان معاه عرض هيهز الارض بفضل الله. ونعم بالله يا محمد. الخمس تفاحات دول عامل لك عليهم زلزال، هقدم لك التفاحيه بتاعتهم النهارده ب 33500 جنيه. سنه جبتهم كام؟ 33500، وبتحدى اي حد النهارده على السوشيال ميديا يقدم لك التفاحه الامريكاني ده بالاسعار دي. سعر العجله من دول كام؟ 33500 يا وزير. 33000 و500 جنيه. وربنا يبارك للي هيدخلهم بيت ومزرعه. اللهم امين يا رب العالمين، ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كامل النور. انا عايز طبعا كل الناس كانت تصلي معانا على سيدنا النبي يا اخوانا، ودعمنا طبعا كده بشير في الخير عشان لسه طبعا معانا الشغل كتير. عايز طبعا كله يصلي على سيدنا النبي كده معانا، ودعمنا طبعا كده بشير في الخير. سعر الدبابه من دول عجل وحصت طبعا لاول مره، اللي ما ربطش النهارده ربط يا اخوانا. فيهم طبعا عجلات زي كده عمارة 10 شهور ما شاء الله. شايفين الدبابة ديت؟ سعر العجلة من دول 33500. 33500 السعر ده لمتابعي قناة مزارع الحاج حسن أبو الحاج فقط. اللهم صل على سيدنا النبي. واحد كده صلى على سيدنا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. اللي نفسه يحلم بجاموسة إيطالي، جايب لك الإيطالي الصافي الطباخان بنسبة 95% من أعلى الطرازات الإيطالي بفضل الله يا وزير. عجلتين دبابتين جاهزين للقاء. مش هقول لك الدبابه من دي النهارده ب 75000 زي ما بتسمع عشان ايطالي بيور، مفيش الكلام ده. شايفين عبد الجوسه؟ هقول لك الدبابه من دي ب 70000. دولت عامل لك عليهم سعر النص بالنص. سعر النص بالنص. النهارده طبعا في مفاجاه، يعني في مفاجاه لكل المتابعين في الاسعار، النص بالنص. كله طبعا يعمل معانا شير في الخير كده يا رجاله لو تكرمتوا. وكله يصلي معانا على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سمعونا الصلاه على سيدنا النبي كده، صلوا معانا على حبيب النبي يا اخواننا كده لو تكرمتم. صلوا معانا على سيدنا النبي بالله عليكم، صلوا على النبي وحياه النبي كله صلى على النبي. فكان بقى الحاجات الدبابتين دول كده بالصلاه على سيدنا النبي. دولت يا وزير عامل لك عليهم زلزال زي ما قلت لك. مش هقول لك الدبابه من دي ب 75 ولا حتى في 70000. الدبابتين دول اللي عايز طبعا ياسس جاموستين اتنين ايطالي جاهزين للتلقيح مباشر، تمام؟ يعني العجل اللي صرف ايه؟ اللي ياخد طبعا العجلات ده اخوانا يلقح مباشر او يسيب عليهم بس عجل يكون ايطالي. شايفين راح الخضار عامل ازاي من تحت؟ شايفين الدبابه ديت؟ عجله مقاسات مش باين رفيعه ولا باين مشروط حلق، باين مقاسات. في جاموسه يا ريس بتنباع في السنه ب 70، في جاموسه ب 90، في جاموسه من اللي بتنباع ب 130. صلى على سيدنا رسول الله بيكسب. تعالى يا حبيب ناحيه دولت دبابتين يا ريس عامل لك عليهم زلزال مش هقول لك ب 120 ولا ب 115000 ولا ب 100000 ولا ب 95000 بالدبابتين دول. مفيش كام في الاثنين دول؟ مفيش 95. اللهم صل. اعمل فيديو بلايك واحد بس. انت تسمع طبعا كده. كل من كان بقلبه من جوه ذاته بيحضر ربنا فوق. لربنا ولسيدنا رسول الله يشاهد الشوكولاته اللي انا جايبها لك دي يدعم الفيديو بصلاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكام بقى يا معلم حماده؟ عامل لك عليهم زلزال ب 92500 جنيه يا ريس. الاثنين دول عاملين كام؟ 92500 يا وزير. سعر العجله فيهم كام بقى؟ 46250. انت قلت بكام يا معلم حماده؟ 46250 سعر الجاموسه اللي طالب من دول. سعر الجاموسه اللي طالب من دول؟ 46250 معاك عجله فيهم لوحدها احسن من 65000. شايفين النقوة؟ نقوة راجل معلم، شغل معلمين، شغل صح. اللي عايز طبعا يبدأ مشروع إنتاجية جاموس، شايفين يا إخوانا الشاشة جاية من فين؟
جاي من الحاله من حاله السره. شايفين الجاموسه عامله ازاي؟ مش شدينا عند معلمينا بفضل الله. شايفين فتحه الجاموسه؟ ما شاء الله. الله يبارك لك في روحها يا معلم حماده بجد تحياتي. حبيبي يا وسيم. طب تسال بقى الدبابتين دول؟ الدبابتين دول ما حصلوش ما جابوش سعر رجله طالع عشر. ب 92500 92000 ونص. خش لي بقى في اللي بعده. صلاتي على الله. لسه طبعا معانا بقى الملوك وجماله، خليكم معانا على بسنا. صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي. اللي عايز بقى عجلات ايه؟ عجلات جاهزه للتلقيح، عجلات طبعا جاهزه للتلقيح مباشر، وعجلات بتتلقحها موجود هنا برضه. عجلات جاهزه للعشر، وعجلات طبعا ايه متسايب عليها. واللي عايز طبعا عجلات بقى ايه؟ دم. عجلات طبعا سلالات، اللي عايز يحسن سلاله. تمام. العجلات ما تنزلش الا على قناه عمر ان شاء الله، ما تنزلش الا لمتابعه قناه مزارع الحاج حسن ابو الحاج يا وزير. شايفين العجلات؟ عجلات اصليه، عجلات بيور، عجلات كلها محل يا اخوانا. عجلات طبعا محلي، اقوى واعلى مناعه، تعيش طبعا في جو الصعيد، سلالات محترمه، مال وجمال. فيهم طبعا عجلات صغيره زي ما انتم شايفين، وطبعا العجله اللي بتصرف فيها بالذات في مزرعه الحاج حسن ابو الحاج بتتلقح على طول. عندنا فضل طبعا دكورة الطلاية هنا، فأي بيمة طبعا بتصرف هنا المعلم حابب سايب عليها على طول. شايفين الوشتان الأحمر فابيض ديت؟ عجلة الوشتان الأحمر فابيض من المال الطيب، دبابة. شايفين الرخ هنا من تحت عامل إزاي؟ شايفين الدبابة ديت؟ عجلة مونبوليار من المال الطيب. دول كام دبابة يا عم حماد؟ ست عجلات طبعا، ما فيش عجلة تتميز عن عجلة يا اخوانا، كل عجلة سبحان الله لها مواصفات خاصة. كل عجلة لها مواصفات خاصة، ركزوا معانا. فلوشتان احمر فابيض، براون سويسري، فلوشتان احمر فابيض اهو، فلوشتان اسمر فابيض. يا باشا ده عرض يفتح النفس. الرخو طبعا من تحت. يفتح النفس يا عم ابو عمر. بكام يا معلم حمادة بقى؟ دولت ستة. لا عايز تفاحية واحدة بس منهم هبيع له. تمام. لا عايز تفاحتين اثنين هبيع له. مش هقول لك العجلات دي استيراد، لا العجلات دي محلي. من اعلى سلالات البهايم عجلات تعيش جو اسوان بجو سوهاج بجميع ارجاء مصر بفضل الله. يقول لك الدبابه من دي ب 65 ولا ب 60000 دولت عامل لك عليهم زلزال في السعر. هقدم لك الدبابه منهم ب 45000 جنيه النهارده. سعر العجله من دول كام؟ 45000. ركز معايا. السته فلوس بعضهم. سته فلوس بعضهم. اللي عايز عجله واحده بس هبيع له. اثنين هبيع. انا عايزك توضح المعلومه للمتابعين، هل السته كلهم 46؟ لا في عجله في الدراع كلهم بتزيد شويه، عجله شويه على المتابعين برضه اللي كان يكون برضه اخونا جاي على حاجه يبقى عارف نفسه على ايه. يبقى معانا ست عجلات في بعض. سته كلك مفيش عجله طبعا شبه عجله، كلهم احسن من بعض بمرض الله. توصل سعر الدبابه من دول 45 بس يا وزير، 45 بس، 45000. ركز معانا. 45 مفيش 46. 45000 جنيه. 45 والسعر ده النهارده لعيون المتابعين. انت قلته بكام؟ اي حد يقدم لك السويسرا بيوت ب 45000. سيب رقم تليفونك فورا. رقم تليفوني يا وزير 010 010 980 980 4 9988. معلم انت متاكد من السعر ده؟ 45000. 45000 جنيه، والسعر طبعا غير قابل للتفاوض. من ابو ناهيه زي ما بيقولوها. يا باشا السعر ده النهارده لعيون المتابعين بس. تحياتنا للمعلم حماده بجد. لا اله الا الله سيدنا محمد. عايز بقى يطلع يا مسلم والدين من الجاموسه الملوك اللي بتنباع ب 120000. النهارده طبعا انا مش قادر اشتري عجل عشار ب 70 ب 75000 جنيه. العجلات دي احنا شغلتها بقى؟ العجلات دي بتلقحها. هتبيع على عشر؟ هتسلم فيهم عشر؟ لا يا باشا دولت هبيع لك على فاضل فيهم، دولت متلقحين من 5 من 20 ل 25 يوم. العجلات دي اخوانا طبعا متلقحه من 20 ل 25 يوم. الديل طبعا وصل الارض. اهي العجله طبعا هتوصف نفسها بنفسها. يا عم عم ابو عمر تعال شوف الازاز، شوف الحلاوه، شوف الفتحه، شوف النظام. دي عجلات غاليه جدا. تمام. عجله هنا السماحه. السماحه بفلوس يا ريس. صل على سيدنا النبي. رسول الله. صلى الله عليه وسلم. اربوا. كم بقى معلم حد دبابتين دول كم؟ الصلاة على النبي. دبابتين يا وزير. تمام. عامل لك عليهم عرض وخصم هايل لعيون المتابعين، بعد ما الكل يدعم الفيديو ده بصلاة النبي محمد، هقدم لك الدبابتين دول بسعر فوق المغري
بفضل الله انت اللي هتطلع فيهم عرش لثلاث شهور بسعر من الثاني. اللي هتطلع عرش لثلاث شهور بالظبط بسعر من الثاني. يعني الاثنين بسعر عجل واحده بس 10. بفضل الله انا بقدم لك استثمر فلوسك صح في المشروع صح. وكم بقى يا عم حماده؟ الدبابتين دول عامل لك عليهم عرض وخصم هايل. هقدم لك الدبابه فيهم يا باشا بدل من 65000 ب 47500 جنيه وزير. سعر التريلا من دول؟ الاثنين ب 95000. ب 95000 جنيه، عايز منهم واحده المعلم حاجه فيها لك، عاوز اثنين فلوس بعضهم، الاثنين ب 95000 جنيه. بفضل الله النهارده لو خشها ثلاث شهور هتتكلم معاك فوق ال 80000 العجله دي. تمام. لو خشها ثلاث شهور هتتكلم معاك فوق ال 80. وحد الله. ان شاء الله. تفاخير. ملو جمال، الله يبارك. رقم تليفونك يا علي حماده؟ رقم تليفوني يا وزير 010 980 4 في توصيل طبعا في خدمه التوصيل ان شاء الله. تسلم عينك يا معلم، في خدمه توصيل يعني. عندي خدمه توصيل اي مكان يا باشا في الدوله، عليا اي حاجه. تسلم عينك يا باشا.